السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ في الفيديو هذا إن شاء الله نبدأ نتكلم على الـ Waves and Intervals ونتعلم مع بعضنا بإذن الله كل Wave والأبنورماليتي متاعها بدون ما نشوف الـ ECG. تعلموهن نفهموهن. الحقيقة أنا درت هكي لسبب، هو أنك أنت بعد تنظر للـ ECG بحث فيها يعني وانت ما نكش فاهم، العين ما تحقش الا اللي يعرف الدماغ، فبالتالي لو انت ما تعرفش حتبحث وخلاص وتقول هذه خلاص نورمال ابنورمال، الماينور والابنورماليتيز اللي هن الماينيوت مش حتفطلهن. فبالتالي انا هنا الفكره ان نحن ندرسه ونديره برين ستورمينج لجميع الابنورماليتيز اللي ممكن يصيران في الاي سي جي، وبعدين نبدا نشوف الاي سي جيز ومش حتى بعد نحكوا عليها تقدر انت فاهمها وعارفها اللي جت. اول ويف طبعا تتكون كيف ما كلنا نعرفه بعد ما تتم ديبولاريزيشن في ايتريوم اللي هي ويف اسمها بي ويف. جميل، من هي البي ويف؟ كلنا نعرف ان البي ويف تعكس في اتريال ديبولاريزيشن رايت اند ليفت اتريا، ان اتريا موستلي ات ذا سيم تايم يستلم كونتراكشن ديبولاريزيشن، فهم يتمثلوا بويف واحده. واتس بي ويف؟ البي ويف هي عباره عن سمول ويف، وهي سمول لان الفيكتور اللي اعطيته لك كمان في الفيكتورز ما كانش كبير، سمول اند بوزيتيف ويف. جميل، ذس سمول بي ويف نورمالي هيكون عندها ديوريشن وهيكون عندها ارتفاع او امبليتيود، هي نورمالي 2x2 سمول سكوير او 2.5 سمول سكوير. تقدر تقول ان هي في الارتفاع متاعها تكون 2 سكويرز وفي ال 2 سكوير في الارتفاع و2 سكوير في الديوريشن، يعني تقدر تقول 0.08 في الديوريشن و2 ملم في الارتفاع. وهذه اول حاجه النورمال بي ويف. اي بي ويف ارتفاع اكثر من 2.5 او نقولوا اكثر حاجه 2.5 يعني 3 سمول سكوير في الارتفاع، هذه معناها زادت في الامبليتيود. واي بي ويف زادت على 2.5 في الديوريشن معناها هذه زادت في الديوريشن. هنحكوا عليهن وشنو هن الأسباب وشنو الأنواع. الشيء الآخر هو أن البي ويف أكثر مكان واضح والليد اللي هو تقدر تشوفها فيه واضح جدا هو الليد 2، البست ليد تشوف فيه البي ويف هو الليد 2، وغالبا في الليد 2 ما تلقاه مونوفيسك وتلقاه بوزيتيف لايك ذس. الشيء الآخر الليد الثاني اللي هو ممكن تشوف فيه البي ويف اللي هو الفي 1، ولكنها في الـ V1 هتلقى عندها negative component and then positive component، وغالبا normally تكون normally one small square down one small square up، وهذه هي left atrial لا right atrial depolarization. normally هتكون biphasic في الـ V1 and this is normal for it and monophasic في الـ V2. كويس، سو هذين المعلومات العامة على البي ويف. خلونا نتكلم ناو على الابنورماليتيز. abnormalities of P wave حتكون number one something called P pulmonal and this P pulmonal هي P wave زادت في الامبليتيود. والبي ويف بعد ما تزيد في الامبليتيود That's P pulmonal اللي هي sign of pulmonary hypertension. طبعا هنا نحن ما نشوفه وخلاص، لكن أكيد في clinical context وهذا عاليش ديما الـ ECG بعد تعطيها لي يا واحدة نمسكها في يدي ونقول له شن عند المريض. لو المريض female عنده mitral stenosis complicated by pulmonary hypertension، لو كان المريض عنده for example COPD with complicated core pulmonal، فلذلك أنت هنا تكلم على amplitude معناه زاد the pressure and that's why حتكون ال P pulmonal. الشيء الآخر في something أو P wave أخرى اسمها P mitral، وهنا ال P mitral سببها left atrial enlargement، وسميت mitral بسبب mitral valve disease
ريجارج ولا ستينوسز هن اللي غالبا يديران في زياده في الحجم او الانلارجمنت اوف ليفت اتيال. فلذلك البي مايترا تلقاها باي فيسك عندها تو بيكس تلقاها زايده في الديوريشن. سو لو كانت البي ويف زادت في الديوريشن هتسمى بي مايترال, and this is because of mitral valve disease. So this is the second B wave اللي احنا حنشوفوها ان شاء الله في الامثله وفي الاكزامبلز وحنحكوا فيهن. And number three, P wave can be absent. وكلنا نعرفوا هنياهي بعد ما تقولي absent معناها في no contraction, لان الاتيوم لو ما صارلاش contraction مش هيعطيني الفيكتور. هتقول اذا الفيكتور مش قاعد, no contraction هذا يصير في الاي اف, لان الاي اف في الاتيوم will not be contracted. هذا عليش الاي اف ديما نقوله تدير في thrombus inside the atrium وترفع الريسك متاع thromboembolic phenomena. فنحن لو قال لك واحد absent P and irregular rhythm this is AF وحنشوفوها مع بعضنا. Number four الأثر important اللي هي ال P wave abnormality اللي هي هتكون abnormal morphology. P wave with multiple مورفولوجي, وهنا بعد ما نقوله مالتيبل مورفولوجي this is arrhythmia called multifocal atrial tachycardia أو ما يعرف بالمات. والمات هذه هي الموست كومن arrhythmia اللي تصير في الكرونيك في السي او بي دي ان جنرال, لأنها سبب متاعها هايبوكسيا وتعالج عادة بالأكسجين and might be by other drugs like magnesium sulfate وغيره, هنحكي عليها بعدين. شو المعنى الكلام هذا؟ هو أني أنا في الـ ECG حنلقى irregular rhythm ولكن لو كان irregular rhythm with absent B فهذه حتكون AF, ولكن أنا حنلقى الـ B. بس مرة نلقى الـ B positive, مرة نلقاها biphasic, مرة نلقاها مهكي double peaks وbiphasic, مرة نلقاها inverted. تلاحظ ان في more than 3 P waves morphology, وهذه هي الكريتيريا متاع المات. السبب في ذلك هو لو نقول ان هذا الهارت فهنا في multiple pacemakers وهذوما خذوا الراية من الاسينود لانهم اسرع من الاسينود, فالاسينود طلع بس هذوما اسرع منها فهم قدوا البيسميكر, فكل واحد فيهم يعطي في الامبلس متاعته تمشي للاي في نود وتوصل عادي جدا الكوارس نورمال. لان هنا في جميع الامثله اللي اعطيتها انتوا لو كان فقط في الاي تي ال سيز الكوارس حتجد نورمال ديوريشن. فبالتالي كل وحده في هذين لان البي ويف طالعه من مالتيبل بيس ميكر فسميناها مالتي فوكال اتريال, لان البيس ميكرز جت في الاي تي ام تاكي كارديا. فاف ذير از مور ذان 3 بي ويف مورفولوجي اند تاكي كارديا وذ ريجولار ريذم ذس از كولد مات. ما زلنا نتكلم على الـ B-Wave ونتكلم على الـ Abnormality of B-Waves. وهنا نجول الـ Abnormality الخامسة اني انا ممكن نلقى What's known as Sawtooth Appearance أو Sawtooth B-Wave, كيف أسنان المنشار. وهذين غالبا ما تلقان B-Waves like this. هذين طبعا B-Waves تلقى 2 بعد تلقى QRS, تلقى 2 QRS 2 QRS أو ممكن يكون 3 بعد QRS 3 بعد QRS هنشوفوها. وهذا ما يعرف بالاتريال فلاتر, هنقول لكم بعدين نشرح لكم الفلاتر هذه وكيف جت ومنين جت وكيف صار فيها بالضبط. بس عادة الفلاتر دي ما يقول لك تلقاها 2 to 1 3 to 1 4 to 1 وهكذا. 2 to 1 شو معناه؟ معناه مثلا هذه 2 to 1, 2 بي بعد QRS, هذه 3 to 1, 3 بي بعد QRS. فبالتالي هيكون another ECG إن شاء الله هنشوفها بعدين ونحكو على الفلاتر, وهذه another abnormality في البي ويف. النمبر 6 اللي هو atrial ectopics, وانتو تعرفون الاتريال ectopics. Atrial ectopics هي عبارة عن just one ectopic, نقول هذا الاتيوم كل شيء طبيعي بس في عندي أنا هنا one ectopic focus
او maybe exaggerated automaticity في الـ في الـ في الـ SA node. فالإكتوبيك هذه بش نعرفها، إكتوبيك تلقى عنده normal QRS بس تلقى عنده abnormal B بس normal QRS. فنورمالي الإيتيال إكتوبيك عنده normal QRS بس عنده abnormal B، والventricular إكتوبيك عنده wide QRS لكن عندها normal B wave. last abnormality في الـ P wave اللي هي number 7 هتكون inverted B، inverted P wave. هذه maybe conducted retrograde اللي هي B wave like this، وهذه عادة تكون إن ال 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 P wave جت من العكس، يعني ال AV node هي البيس ميكر وعطت الإمبلس العكس، وهذا ال inverted هذه هذا يقولوا عليه junctional junctional rhythm junctional rhythm، لأن junction هو ال AV node. أو ممكن يكون atrial ischemia، atrial ischemia لأن ال atrial ischemia حتى هي واحد من أسباب ال inverted B wave. so junctional بسبب retrograde هنحكي عليها بعدين حتى هي، أو atrial ischemia. وهيك انتوا عرفتوا توا ال P waves وشنو ال abnormalities بسرعة، لأن هذين كل ال ECGs هنشوفون بعدين، بس هذه ال P wave وهذين ال abnormalities ممكن نشوفون أقرو كم مرة. الفيديو هذا قصير ومهم جدا بش بعدين حتى أسهل علي كم فهم ال ECG اللي هن فيه abnormality في ال P wave. طبعا أنا أي atrial abnormality هيكون فيها abnormality في ال P wave وتلقى فيها normal QRS، there is no abnormality in QRS في ال atrial arrhythmia وال atrial disease. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.